كانت أول دورة لي في الجزائر العاصمة مع الأستاذ عباس عوالة، جانا من لبنان. الحمد لله هذا أول دورة تلقت نجاح كبير ما شاء الله. هذه الفكرة جتني لكل الحلقات، إن شاء الله تكون كامل يعني يقدروا يشاركوا في هذه الدورات، خاصة اللي عندهم صعوبة في التنقل، لأنه هذه الدورات وفرتها في 58 ولاية. أنا جيت عشان أنا معروف بالألوان، أنا قدمنا ورشة عمل مجانية، نحن جينا مجاني، مش ما قدمناها لا بالمال ولا شيء مقابل أي شيء، بمحبتنا للمزين العربي وأكيد محبتنا واحترامنا للجزائر والمزين الجزائري، أنا جيت قدمت نفسي بتقديمي يعني لحتى نتبادل الخبرات وحتى يكون في تقدم في المهنة ما بيننا نحن وبين المزينين الجزائريين. راح نقدم لهم مكياج احترافي، راح نقدم لهم مكياج احترافي، كل ما هو جديد، كل ما هو جديد في الميك اب. اليوم راح نقدم لهم الكات كريز اللي هو بزاف مطلوب من جهة المتربسات ومن العرائس. نشكر وجودكم معنا في هذه التظاهرة، في هذه الدورة المجانية كما كنت تقول. نشكر السيدة جوجو اللي اعطتنا هذه الفرصة انه ندعم الحلاقات والمزينات الشعر الجزائريات. نشكر قناة النهار اللي دائما معنا، حاجة الاولى كان فيها قبول بزاف، لله غالب علينا ما قدرناش نزيدوا نسجلوا بزاف، عطيناهم فرص واحده اخرى اللي حنكونوا ندوروا على الولايات ان شاء الله. جيت فورماسيون عند مدام جوجو الله يبارك، مع مدربين عالميين كما استاذ عباس، استاذه كريمه بيوتي الله يبارك. في الدوره هذه يعني استجنا بفوائد كثيره بزاف، تقنيات جدد، التنظيم كان رائع من طرف مدام جوجو. انا اول مره نحضر دوره كهذه، والله العظيم شيء روعه، دينا بزاف تقنيات ما كناش نعرفوها، تعلمنا لا تكنيك نتاع البالياج، هاي شحال من نوع، تعلمنا بزاف حوايج، غيرنا المفاهيم اللي كانت عندنا من قبل. الدوره هذه كانت دوره ممتازه، تعلمنا التكنيك جديد مع الأستاذ مع الأساتذة، والمنظمين كانوا ربي يبارك فيهم.